بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة شركات مامون البرير المحدودة، قابلنا اليوم سعادة الفريق إبراهيم جابر مقدمين دعم المجموعة للشعب السوداني تصديا لجائحة كورونا، وهذا النهج الذي قامت به المجموعة من ضمن عملها في المسؤولية المجتمعية، حيث أن المجموعة قدمت مساهمة بقيمة 10 مليون جنيه، عبارة عن نقدا 5 مليون جنيه و50 ألف كيلو جرام من الصابون والمطهرات لحملة تعقيم ولاية الخرطوم. ورحبت اللجنة بهذا الدعم وشكرت المجموعة على هذا الدعم المقدم منها. عن مجلس إدارة المجموعة مامون سعود مامون البرير.